سؤال يحصل في وكالات السيارات قسم الصيانة، يقولون ادفع قيمة القطعة الفلانية وإذا وصلت القطعة أحضر السيارة لنغيرها لك، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز لأنك الآن توكل هذه الجهة، خاصة وأن أنك وضعت العين عندهم وهناك تصليح لهذه الجزئية، فهذه ليست من بيع ما لا يملك، أنت الآن وكلته لأن هو شغلته ورشة لتصليح السيارة، ليس هو يبيع قطع السيارات، فأنت وكلته الآن ذهب يشتري القطعة لك، ولذلك هو سيذهب بالقيمة إلى محل بيع القطعة.